صباح الخير من ام تي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. تحيه صباحيه لكم من كل فريق العمل، ونهار جديد بيطل علينا، ونحن كمان محضرين حالنا لاخبار حلوه. ان شاء الله تكون كل الاخبار حلوه اليوم، لمعلومات قيمه بمختلف المجالات ومختلف الفقرات اللي رح نقدم لكم اياها لليوم. دائما الهدف بالحياه انه نكون عم نوصل للكمال، وهيدا هدف ما بنوصل له ابدا، ولكن انه نكون براينا احسن من النهار يلي مرة، قادرين نعمل فشخه ولو صغيره لقدام بكل الميادين وعلى مختلف الاصعده النفسيه والاجتماعيه والعمليه وعلى صعيد المعلومات والى اخره من المواضيع، واهم شيء اهم شيء على صعيد العلاقات. بعتقد انه بنكون عم نقدم فشخه لقدام، الكمال ما رح نوصل له، ولكن الفشخات يلي نحن بنعملها يوميا نحن مسؤولين عنها. مواضيعنا اليوم عديده ب ام تي في الايف، البدايه مع تينا ومع امين. بونجور. بونجور. صباحو. كيفكم اليوم؟ او بالسبور كمان فشخه دائما احسن كمان اكيد، اذا بدك العلاقات الرياضيه هي. ايه شو عندك اليوم؟ عندي تكنولوجي هلا، وبعدين عندي ضيفي كمان ايمان مظلوم رح تكون معنا اون سيت لنشتغل لور بادي ورك اوت بجت فيت. تينا اليوم رح نحكي عن الخبز بايت سمارت. مين ما بحب الخبز؟ انت بتاكل خبز امين؟ اوكي موضوع ضعفك الهيئة. لا ما اليوم بتعرفي انا بتبع انا دايت، بس بعمل فلكتشويشن فيها، وانا برايي هذا الشيء الصحيح يعني. ايه فتنشوف يعني كلنا بنعرف انه الواحد اذا بيبتعد عن النشويات والخبز بينزل وزنه، ولكن الاختصاصيين التغذيه مش بعيد الراي دائما. اه والله يعني بيقولوا لك انه ما تمتعني كليا عن النشويات. فتنشوف الاكيد انه ماني الشخص اللي بعد الظهر رح تشوفيني حامل جوزي ولوزي. اكيد انا اكيد مش هالشخص، ولا عراس سطح دائما يعني، بس عروس لبنه مش ضروري يعني، بس انه مش الجوزي واللوزي والبعد على القد يعني. لا خاصه مع العمر بتصير شوي، هو اتس هول لايف ستايل، بتوصل تضطر على الجوزي واللوزي بتكون مخبص كثير قبل. لا مش هالقد مخبص، لا اكيد لا، بس ما هيك انه ما رح تضطر على الجوزي واللوزي. رح نشوف موضوع الخبز، بحس ما رح يكفي على حلقه واحده. مواضيعنا عديده اكيد بي ام تي في الايف لليوم، البدايه مع اب تو ديت. البداية مع حركة السفر والسياحة الناشطة عند اللبنانية، مليون لبناني زاروا تركيا، والسفير يعلق حركة السفر لدى اللبنانيين إذا ناشطة بمختلف المراحل السنة من مواسم الأعياد كما بالأيام العادية كمان. ما بتهدى الطائرات يلي بتحط بمطار بيروت والمنطلقة من المطار مطار بيروت نحو العالم. رغم الأزمات المالية والضيقة الاقتصادية المتفاقمة عند اللبنانيين، إلا أنه السفر موجود دائما. تنشوف ليش أصلا الأمر استثنائي. أتى على لسان السفير اللبناني بتركيا غسان المعلم، اللي أفاد بأنه مليون لبنان زاروا تركيا بالأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2018 مع انخفاض العملة التركية. تهافت اللبنانيين إلى بلاد أتاتشيرك للاستفادة من الظرف القائم، خصوصا أن مع التقديمات الحاصلة اللي وصل فيها سعر التذكرة إلى أقل من 300 دولار، وهذا بيشمل كمان 3 ليالي بالفندق 4 أيام بالبلد، يعني أوفر من تمضية نهاية أسبوع بلبنان. هيدا على الأكيد الأمر مغري جدا بعيون اللبنانيين، وفرصة لا تفوت بالنسبة إلى عشاق السفر حول العالم. وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة بيتبين أنه يلي صرفوه اللبنانية بتركيا ما بيقدر يكون أقل من $1 مليار خلال 8 أشهر الأخيرة. إذا انطلقنا من أنه الشخص الواحد ما صرف أكثر من $1000، وهو مبلغ ضخم وضع بخدمة اقتصاد أجنبي بدل ما يكون بخدمة الاقتصاد اللبناني. وبيتجه اللبنانيون إلى تركيا للتبضع والتسوق بالدرجة الأولى لأنه الأسعار رخيصة، وبيتصدر شراء الأدوية حركة الاستهلاك، في حين ترى المحلات مصلحتها
بشراء البضائع من تركيا، الأمر اللي بيضرب الصناعة الوطنية كمان وبصورة خاصة مصانع الثياب والأحذية يلي عم تغلق أبوابها تباعا. بالمحصلة فقدت العملة التركية نحو 35% من قيمتها مقابل الدولار هالسنة وهب اللبنانيين إلى تركيا. ويشير كمان السفير اللبناني بتركيا غسان المعلم لموقع أم تي في إلى أن الأسعار بتركيا زهيدة على المستوى السياحي والتجاري، والمطاعم كمان كتير رخيصة والأكل يعني على مستوى، بحين أن المبالغ نفسها بتدفع بلبنان لتمضية عطلة نهاية الأسبوع على نشاطات أقل. ويضيف المعلم أنه نوافذ اللبنانيين بهالأعداد الكبيرة يدخل أموال زائدة على السياحة التركية، والشريحة المسافرة بتشمل مختلف الفئات الاجتماعية نظرا إلى الأسعار يلي بتجذب اللبنانيين، فالنشاطات هي نفسها يلي بيقوموا فيها بأوروبا ولكن بأسعار أقل. عم بيدور نقاش واسع بتونس بعد ما صادقت الحكومة الجمعة على مشروع قانون الإرث واللي بيقتضي المساواة بالميراث بين الرجل والمرأة خلافا للقواعد الميراث المعمول فيها بالدول الإسلامية. ومن المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة بالإرث إلى البرلمان من أجل مصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، وذلك بحال حصوله على تأييد أغلبية الأعضاء. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن 13 آب الماضي عزم التقدم بمشروع قانون بيضمن المساواة بين المرأة والرجل بالإرث، وكلف لجنة الحريات الفردية والمساواة الرئاسية بتقديم توصيتها حول الموضوع. وأصدرت اللجنة تقرير من جزئين، الأول كان مخصص للحقوق والحريات الفردية وبيشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية. أما الثاني فبيتناول مسألة المساواة التامة بين الجنسين، خاصة بمسألة الميراث والمساواة بين جميع الأطفال من بين يلي ولدوا خارج إطار الزواج. منتابع مع هلو أو ألو، كلمة يعني معودين عليها كتير وموجودة بكل لغات العالم، ولكن كيف بديت من 140 سنة وهي أكثر كلمة طبعا مشتركة بين البشر بجميع اللغات، وهالكلمة تعد أكثر الكلمات تداولا وشهرة من ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وتعد كلمة ألو أو هلو كلمة الترحيب أو التحية باللغة الإنجليزية اللي برد فيها الجميع تقريبا على استقبال المكالمات الهاتفية. استخدمت الكلمة الأشهر بالحروف اللاتينية لأول مرة بعام 1833 بكتاب أمريكي يدعى Life and Adventures of Colonel ديفيد كروكت يلي أعيد طبعه بنفس السنة بجريدة لندن الأدبية. وانتشر استخدام الكلمة من 1860 ب 15 آب 1877 صاغ العالم الشهير توماس أديسون كلمة هلو ككلمة تحية على الهاتف، واقترح استخدامها لرئيس شركة التلغراف لإجابة الهاتف، ويعني كانت هي تحية بعدين صارت للتليفون. شو حلو. وكتب توماس أديسون ب 15 آب 77 رسالة إلى رئيس شركة تلغراف المنطقة الوسطى ببيترسبرغ بولاية بنسلفانيا بيقول فيها هلو صديقي ديفيد، لا أعتقد أنه رح نكون بحاجة لجرس تان نادي بعضنا، لأنه كلمة هلو يمكن سماعها على بعد 10 إلى 20 قدم من الهاتف، يعني هيك دشن التليفون. وبحلول 1889 كانت مشغلة سنترال التليفون كانوا يسموا فتيات هلو بسبب الربط بين التحية والهاتف. بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر نجح المسبار إنسايت التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية نازا بالهبوط على سطح المريخ بحدث تاريخي. شاهدوا العالم كم تم تداول أول صورة أرسلها إلى الأرض بشكل واسع. وانفصل المسبار إنسايت عن الصاروخ يلي حمله إلى المريخ ليلة الاثنين وهبط بنجاح على سطح الكوكب. وبيت إنسايت أول مركبة فضاء أمريكية بتهبط على سطح المريخ وبتكون مخصصة لاستكشاف ما تحت سطح المريخ. وسيقضي إنسايت 24 شهر بالمريخ، ورحلة المسبار اللي بيبلغ وزنه 360 كيلوغرام هي 21 للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ. يذكر أنه الولايات المتحدة بدأت أولى رحلة إلى المريخ بالستينات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.
الخبر الأخير لليوم، العائلة المالكة البريطانية كيف بتحتفل بعيد الميلاد أو أمتى بتفتح الهدايا؟ كمان في قواعد لهالموضوع. الساعة 6 ليلة عيد الميلاد بيجتمعوا الكل بساندرينغهام بالصالة الحمراء. كل أفراد العائلة لازم يكونوا قبلها تسللوا ووضعوا الهدايا من دون ما حدا يشوفهم، وبتشمل القواعد ما يلي: ما لازم حدا يفتح هديته حتى يحصل على إذن الأمير فيليب. لازم تكون الهدية رخيصة وبتحمل نوع من الفكاهة، وأوقات كتير في نكت، يعني أخبار عن نكت كتير من أحفادها للملكة، مش مهضومة كتير يعني مهضومة، مش عارف كيف قبلتهم. الهدية الأرخص هي الهدية الأفضل، ومن بين هدايا عيد الميلاد اللي ما بتنسى على مر السنين قبعة حمام طريفة قدمها الأمير هاري للملكة، ومقعد المرحاض من الجلد الأبيض اللي قدمته الأميرة آن إلى الأمير تشارلز اللي أعجب فيها لدرجة أنه بيخدها معه على جولاته للخارج. كمان لدى العائلة المالكة بعض تقاليد عيد الميلاد الغريبة الأخرى، بما ذلك تقديم أكثر من 1500 قطعة من حلويات العيد لموظفي القصر، وارتداء مش غريبة، وارتداء ربطة عنق سوداء لا تناول عشاء عائلي حميم. ليه سوداء؟ حلو، سوداء كلاسي. رح ننتقل لصورة اليوم من البقاع. ما في صورة اليوم، بنشوفها بكرة. ما في صورة اليوم بكرة، بنشوف غير صورة. طقسنا غائم ودرجة الحرارة مرتفعة شوي، صرنا ب 26 اليوم. لحظات ومنتبه احنا وياكم لايف.